في بعض الحالات التي وردت فيها إصدار جوازات دبلوماسية كما يسري في الشارع الآن خادمات أو whatever، يعني أعتقد أنه لجواز الدبلوماسي هيبته، بالنتيجة هو يمثل العراق حتى في الدول الأخرى. لما تروح أنت ماسك الجواز الدبلوماسي هذا، يعني هذه الوثيقة الحمراء تعني هيبة البلد. يجب تقويض هذا المنح وتقييده وفق القانون وليس على القانون وضد القانون. قانون الجوازات له علاقة بالصورة التي ترسم للعراق خارج البلد بقية الدول. الفترة الأخيرة استغل هذا القانون وحصل الكثير من الناس على جوازات وهم لا يستحقونها ولا يملكون المؤهلات القانونية لكي يحصلوا على مثل هذا الجواز الدبلوماسي. طالبنا أنه لازم يتعدل هذا القانون، لأنه مع الأسف من بعض السياسيين اللي أفرغوا هاي الوثيقة المهمة، الوثيقة الرائعة التي تنم عن شخصية الشخصية العراقية في دول العام لتمثلها، ولكن أفرغوه من محتواه وجعلوا الخادمة لدى المسؤول لديها جواز دبلوماسي وأولادهم، وهذا بالقانون حقيقة لا يسمح به، لأنه هم صنفوه على أسس عائلية وعلى أسس بعيدة كل البعد عن القانون الدولي. حياكم الله. من أنت وما لون جوازك؟ من يكون والدك؟ لا نعلم هل هي أسئلة أم تبريرات لمنح الجواز الأحمر في العراق. ليس مهما متى تسلمت المنصب دبلوماسيا، سواء كان ذلك في 2003 أو في عام 2023، وليس مهما أيضا إن كنت أنت صاحب المنصب أو أحد ذويك. لا تخاف، فلا صلاحية لجوازك ما دمت حيا. امتيازات عظيمة الشأن، لا نعلم لماذا، هل لأنك خدمت أو لأنك ضحيت أو أنك تمثل واجهة البلاد، أم أنك تستغل كل هذا لتلميع صورتك أمام المجتمع، والأهم من ذلك جهة تشريعية تحميك وتمضي بأي قانون يزيد من هيبتك على حساب الفقراء، ولا تلتفت لأي تحذير أو اعتراض يقلل من مكانتك، فاطمئن. ذلك الشعور الغائب عن اجتماعات اللجان الفنية مع الأمريكيين، فالتهديد بداعش ورقة حاضرة على كل طاولة، إلا إذا بقت القوات الأجنبية في القواعد وطوت صفحة الانسحاب. فهل أنتم راغبون بتهديدنا أو التهديد بواسطتنا؟ والقرار لكم بكل الأحوال. من جديد أهلا بكم. محور حديث ملفنا الأول راح يكون مع أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور وائل البياتي، حياك الله. أهلا وسهلا. كما أرحب كل الترحيب بمدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، حياك الله دكتور غازي. يا مرحبا، حياك الله وحيا الله ضيفك الكريم. حياك ست فرح. أهلا وسهلا بحضرتك. أبدأ معك دكتور وائل، ليش كل هذا الجدل اللي أثير حول قانون الجوازات؟ في البداية أحييك وأحيي مشاهدي قناة الكرام والضيف الكريم. واقعا أن مسألة المقترح اللي قدمته اللجنة الأمن والدفاع النيابي لتعديل قانون الجوازات أثار جدل كبير باعتباره وسع من شريحة الجهات المشمولة.
لو نرجع إلى أحكام القانون، قانون الجوازات ما تضمن آليات تحدد من هي الجهات المشمولة، وإنما أحال المسألة إلى نظام يصدره وزير الخارجية على طبق ما موجود ببروتوكولات دولية، التعامل الدولي، العرف الدولي، وأيضا ما تقتضيه مصلحة الدولة في تحديد الأشخاص اللي يمنحون مثل هذه الصفة. نعم. صدر نظام عام 2011 كان صادر سابقا في ظل القانون القديم، وهذا النظام تم التعديل عليه مرتين، عام 2018 في ظل حكومة السيد العبادي، وعام 2023 في ظل الحكومة الحالية. الإشكالية الموجودة في النظام أن لدينا شرائح عديدة مشمولة بالحصول على مسألة الجواز الدبلوماسي بوجب النص. ما هي الشرائح المشمولة؟ لدينا 18 شريحة الدبلوماسية. لدينا 18 شريحة بموجب النظام متعلقة بالرئاسات الثلاثة، بدءا من رئاسة الجمهورية، رئاسة مجلس النواب، رئاسة مجلس الوزراء، ثم رئاسة السلطة القضائية، ووصولا إلى الموظفين الدبلوماسيين وموظفي البعثات الدبلوماسية موجودة في العراق. طيب. هذه الشرائح العديدة 18، بالإضافة إلى أن كل شريحة في بعض الأحيان تتقسم على السلطات الثلاثة، تشمل عدد كبير. أحد النواب في العام الماضي صرح أن لدينا أكثر من 32 ألف جواز دبلوماسي، بالإضافة إلى أن هناك صلاحية لوزير الخارجية بأن يمنح الجواز الدبلوماسي في بعض الأحيان على مصلحة عامة أو لبعض الأشخاص اللي تقتضي وظيفتهم منحهم مثل هكذا جواز. لكن إحنا سمعنا للفاشينستات ينطون جواز دبلوماسي، شنو صحة هذه هسه قانونية، شنو صحة هذا دكتور؟ من الناحية القانونية لا يمكن منح مثل هكذا أشخاص بوصفهم كفاشينيستا أو موظف إعلانات أو بعض الأحيان فنان إلا إذا كان هناك مصلحة معينة تقتضي منح هذا. لكن بعض هؤلاء الشخصيات منحوا على أساس كونهم أزواج لإحدى الشرائح المشمولة بموجب القانون، يعني زوجات سياسيين. نعم. النظام الخاص بمنح جوازات الدبلوماسية يقتضي أن الشخص وأزواجه وأولاده، حتى وإن خرج بعض، يعني عندنا بعض الشرائح حتى بعد خروجه من الخدمة في حالة تقاعده يستمر مسألة منح الجواز الدبلوماسي وأولاده الذين بمعيته أو زوجاته. ما معناه أنا كنت على سبيل المثال بدرجة وزير منح الجواز الدبلوماسي، حتى بعد التقاعد في حال زواجي تكون زوجتي ممنوحة هذا قانونيا الجواز. هذا القانون ساري بالعالم كله؟ في دول العالم مسألة الجواز الدبلوماسي تعبر عن سيادة الدولة، أن هذا الشخص يعبر عن الدولة، وبالتالي فئة المشمولة بمثل هكذا امتياز هي فئة قليلة. دائما تقتضي أنه الجهات اللي تعبر عن سيادة الدولة أو الجهات اللي مصلحة في بعض الأحيان، أنا عندي وفد تفاوضي، عندي بعض الخبراء أحتاج أنه يذهبون مع الوفد التفاوضي، أعطيهم جواز دبلوماسي لغرض إنجاز هذه المهمة. أو بعض الشخصيات السياسية اللي إلها منصب سامي أو منصب عالي لدرجة وزير وما إلى ذلك. المشكلة لدينا أنه النظام الموجود خاصة عام 2011 شمل شرائح واسعة جديدة، ثم جاء المقترح التعديل ليوسع من دائرة الشمول. تناقش شوي حضرتك بهذه النقطة، ولكن فقط أسمع وجهة نظر دكتور غازي. حضرتك دبلوماسي سابق، أريد أعرف من حضرتك شنو آلية منح الجواز الدبلوماسي، شلون تمنح الحكومة؟ شكرا جزيلا مرة أخرى. حياك ست فرح. يعني أنا أعتقد ما تفضل به الضيف الكريم سليم ودقيق وصحيح، لكن يعني هناك إشكالية أن جواز السفر الدبلوماسي هو يضمن الحصانات الدبلوماسية اللي موجودة طبقا للقانون الدولي الدبلوماسي لاتفاقية فيينا، وهذه الحصانات لا يتمتع بها الدبلوماسي وحامل جواز السفر الدبلوماسي إلا من يعمل ضمن إطار البعثة الدبلوماسية في فرنسا مثلا أو في موسكو أو في واشنطن أو أي بلد من بلدان العالم. عندما يعود الدبلوماسي إلى بغداد العراقي يفقد هذه الحصانات، لأن القانون العراقي وكذلك قوانين مختلف بلدان العالم لا توفر حصانات دبلوماسية لحامل الجواز السفر الدبلوماسي. هذه نقطة جدا مهمة. النقطة الأخرى أنه عندما كنا نعود من البعثة الدبلوماسية إلى وزارة الخارجية تسحب جوازات السفر، وعندما يكلف الدبلوماسي للذهاب إلى بعثة ما يعاد إلى جواز السفر، طبعا إضافة لتأشيرة والفيزا والإجراءات الأخرى تتعلق بالرحلة عبر المراسم. بمعنى آخر أن يعني هناك سوء فهم للحصانة،
الدبلوماسية وسوء فهم للحصانات. يعني اليوم هناك عضو في مجلس النواب وهذا العضو عنده جواز سفر دبلوماسي جيد، يمتلك حصانة ضمن القانون العراقي لأنه عضو في مجلس النواب وليس لأنه يحمل جواز سفر دبلوماسي. هذه من ناحية. النقطة الأخرى، هذا الجواز الدبلوماسي لا يوفر للنائب حصانات دبلوماسية اللي هي حصانات المالية أو الحصانات القانونية أو غيرها عندما يسافر إلى بلد من البلدان العربية أو الأجنبية، لكن يعامل باحترام أكيد بالمطارات، لكن هذا لا يمنع المطارات أو المؤسسات المختلفة من تفتيش الجنط مالته مثلا. يعني أستاذ غازي حتى أفهم، شنو تقصد يعامل باحترام؟ ما كل المواطنين يعاملون باحترام في المطارات إذا لم يقولوا بالإخلال بالأمن. هذا صحيح، هذا صحيح، لكن أقصد من هذا أنه ممكن لما يجي شخص بدرجة سفير في مطار معين يعني كمرور يعامل باحترام، لكن لما يروح للبلد اللي هو مبعوث به سفير أكيد تفتح على صالة الشرف ويستقبلوا المراسم من تلك الدولة. لكن لما يروح نائب أو أي شخص آخر عدا الوزير طبعا، عندما يروح بصورة شخصية أو يغادر إلى بلد لن تفتح إلى صالة الشرف مثلا. عندما يروح وزير وهو مدعو من هذه الدولة ويحمل جواز سفر دبلوماسي أكيد تفتح إلى صالة الشرف المخصصة للضيوف الكبار. لكن إذا يروح كشخص يعني بالمعنى الذاتي رايح سياحة يتونس بسويسرا، نعم، لا تفتح ولا يتمتع. طيب، بالإجراءات اللي تتعلق باستقبال الدبلوماسيين. بالتالي أقصد من كل هذا أنه لما واحد عراقي تاجر في إسطنبول مثلا عنده جواز سفر دبلوماسي مثل ما شفنا تحت التقارير، أو أشخاص مهنهم بعيدة عن العمل في وزارة الخارجية ويسافر إلى بلد، أكيد لن يتمتع بالحصانات الدبلوماسية اللي يوفرها القانون الدولي الدبلوماسي على الإطلاق. طيب حتى أفهم من حضرتك، بلد العراق ولا يتمتع بالحصانات، عندما يروح لأي بلد آخر عربي أو لن تكون هناك حصانات. ولكن أكو سؤال دكتور غازي، أكو سؤال يطرق في الشارع العراقي، يقول لك لمن هو تاجر أو لمن هو إعلامي أو لمن هي فاشينيستا على أي أساس تمنح الجواز الدبلوماسي؟ هذا انتهاك للقانون، انتهاك للقانون رقم 2 في 2011 اللي أشار لضيف الكريم اللي يتعلق به الجوازات السفر العراقية اللي هي أربع تصنيفات ومن ضمنها جواز السفر الدبلوماسي. لكن لما أنا سفير أو أنا وزير مفوض وعندي عائلتي وياي وأسافر إلى البعثة في موسكو أكيد أمنح جوازات السفر الدبلوماسية. لكن لي الحصانات اللي أتمتع بيها أكيد الحصانات القانونية أو غيرها، السيارة الدبلوماسية إذا تقوم بمخالفة أو غيرها لا تتعرض لإجراءات، هذا صحيح، لكن هذا لا يعني أنه ابني حر مطلق يتصرف كما يشاء. أنا كدبلوماسي نعم، لكن لا تتمتع زوجتي بنفس الحصانات الدبلوماسية إلا بالإطار العام، يعني ليست دبلوماسية لكن هي مرافقة للزوج. نعم. يعني هناك أعتقد مبالغة مع الأسف في العراق اليوم عندما تحدث عن وجود 45 ألف جواز سفر، هذا يثير شبهات كثيرة عند الدول. يعني أنا أتذكر في بعض الأحيان عندما كان هناك بعض الحقائب الدبلوماسية اللي بها أسلحة وتثير شبهات ومشاكل بين الدول. أيضا ممكن لما يكون شخص زين، أنا لما أكون فاشينيستا أو عارض أزياء أو موسيقار أو مطرب وعندي جواز سفر دبلوماسي، إيش رايك تكون عليه وزير مفوض سفير مستشار؟ ما هو الجواز الدبلوماسي في الأساس ضمن إطار التصنيفات الموجودة في وزارة الخارجية من جهة، الوزير وزير نعم يشار إلى وزير، العضو في مجلس النواب نعم، مجلس القضاء الأعلى، رئاسة الجمهورية، هذه مناصب رسمية معروفة. لكن هذه التخصصات اللي ما لها علاقة لا في وزارة الخارجية ولا في مؤسسات الدولة السيادية، يعني ماذا يتم الإشارة لهذا الشخص كمهنة في دستوره، العفو في جواز سفره. فأعتقد يعني طيب، هناك نوع من الاستخفاف بالقانون العراقي اللي هو قانون الجوازات ل 2011 رقم 2 وبالتعديلات
اللي ظهرت عليه، استخفاف بالقانون الدولي الدبلوماسي، استخفاف بقانون وزارة الخارجية نفسها. طيب. يعني هو ما أعرف، يعني أكو وضع غير صحيح على الإطلاق. طيب وضع غير صحيح. يجب أن تتدخل الجهات العليا من أجل وضع حد لهذا هذه الفوضى، يعني بإصدار جواز سفر وصفتها بالفوضى. نعم. إذن دكتور وائل، أريد أفهم من حضرتك القانون في 2023 ماذا يتضمن؟ لماذا أثار هذا اللغط؟ شنو أثر رجعي؟ شنو يمنح لحامل الدبلوماسي الذي يعمل بصفة دبلوماسي ولذويه وعائلته مدى الحياة؟ أريد أفهم هذه الجزئية من فضلك. واقعا إذا احنا ذهبنا إلى مسألة هل إن هناك حاجة لتعديل القانون، أنا أرى أن هناك ضرورة لتعديل قانون الجوازات، لكن التعديل ينبغي لا يكون بالصيغة التي طرحت. هناك ضرورة لتعديل حتى نذهب إلى أن نضع الجهات التي يملك لها الحق بأن تمنح الجواز الدبلوماسي بموجب نص القانون، حتى لا يتم تعديلها من قبل السلطة التنفيذية بنظام، على اعتبار أن الأنظمة تصدر عن مجلس الوزراء أو الوزير المختص بموجب تخويل من القانون، وبالتالي يملك صلاحية بتعديلها وفق ما يرتي. إضافتها في قانون ينبغي لا تكون بالصيغة التي طرحت هذا اليوم اللي كانت فيها القراءة الثانية ومناقشة مشروع تعديل القانون. ينبغي علينا أن نذهب كما بين الضيف الكريم دكتور غازي مسألة تقليل الجهات التي يحق لها الحصول على جواز السفر. أولا حصر هذه الفئات بالفئات التي ينطبق عليها وصف الدبلوماسي وفقا لما ورد في الاتفاقيات الدولية وفي مقدمة اتفاقيات فيينا والعرف الدولي. ثم بعد ذلك الذهاب إلى مسألة إعادة النظر في منح الجواز للمتقاعدين وأيضا لأولادهم أو زوجاتهم حتى لو ولد بعد ذلك، لأن المقترح القانون اليوم يعطي للشخص بعد إحالته على التقاعد حتى لو تزوج بعد إحالته على التقاعد لزوجته الحق في أن تأخذ جوازا دبلوماسيا وفقا للشرائح الموجودة بالقانون، وفقا اللي هي نفسها الموجودة في النظام. نعم. التغيير كان فقط بسيط عليها، التغيير ما تعدى فقط 3 إلى 4 حالات اللي هي بالتحديد إعادة التسلسل الخاص بين الوزراء وأعضاء مجلس النواب برفع مجلس النواب قبل الوزراء، المسألة الثانية إضافة مستشاري مجلس النواب وحذف مستشاري مجلس الدولة. وأنا عندي ملاحظة مهمة على هذه المسألة، أعضاء مجلس الدولة هم عبارة عن شخص بدرجة وكيل وزير يمارس وظيفة القضاء الإداري وهو موازي للسادة قضاة. السادة قضاة في مجلس القضاء الأعلى لا يمنحون جوازا دبلوماسيا، فقط رئيس مجلس القضاء والأعضاء المحكمة الاتحادية ورئيس المحكمة الاتحادية. وبالتالي كان ما أعرف لماذا ذهب المشرع عام 23 لإضافة أعضاء مجلس شورى الدولة أو مجلس الدولة حاليا. ثم المسألة الثانية إضافة الجواز الدبلوماسي لأولاد وزوجات أعضاء مجلس النواب مدى الحياة حتى وإن ولد لاحقا، يعني بعد إذا عضو مجلس النواب الله انطب عمره فعد 50 سنة، إذا جاء ولد أيضا هذا الولد يتمتع بجواز دبلوماسي لغرض السفر، وهذا ما له داعي. لأن مسألة شنو الغاية؟ شنو الغاية دكتور؟ ما هي أكيد أكو غاية، لأنه الحكومات إحنا عندنا تتغير كل 4 سنوات، تظهر وجوه سياسية جديدة. يعني في قرابة 10 سنوات إن شاء الله القادمة كل السياسيين هم وأولادهم وزوجاتهم عندهم جواز سفر متمتعين بجواز سفر، وهذا عدد كبير، بالتالي هذا سيؤدي إلى أن قيمة جواز السفر في قبال الدول الأجنبية ستكون قيمة جدا منخفضة. احنا لحد الآن وفقا لما موجود أنا أعتقد أن هناك لا يتعدى عدد الدول اللي تدخل شخص حامل جواز دبلوماسي بشكل مباشر دون حاجة إلى فيزا ما يتعدى عندنا بالعراق 13 دولة، 6 منهم الدول المحيطة بالعراق اللي هي مجاورة لنا حدوديا، والدول الأخرى ما تتعدى دولة الصين وفيتنام وماليزيا وفنزويلا وصربيا. أي أن الدول اللي تعامل الشخص الدبلوماسي معاملة متميزة هي 13 دولة من أصل أكثر من 200 دولة موجودة في العالم، وبالتالي هذا يعكس نظرة سلبية لجواز الدبلوماسي العراقي، وبالتالي ينبغي علينا تخفيض الشرائح حتى تكون هناك قيمة مرتفعة لجواز السفر. أستاذ غازي، يعني هل معقولة يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ معقولة الجواز الأحمر قام يساوي بين الدبلوماسي وبين البلوجر فقط أو لقربه من مسؤول فلان أو مسؤول فلان؟ يعني هذا هل هذا منطقي؟ لا أكيد كارثة، هذه كارثة. يعني حتى هناك موضوع جدا مهم أيضا أدركته من خلال حديث الضيف العزيز، يعني في وزارة الخارجية عندما يغادر الدبلوماسي يغادر ومعه عائلته، لأنه يروح لـ4 سنوات
أو ممكن يحصل تمديد، فهو يجب أن يأخذ عائلته كمرافقين إلى خلال وجوده بالبعثة الدبلوماسية العراقية في هذا البلد أو ذاك. لكن نفرض نائب في مجلس النواب يسافر يحضر اجتماعات 3 أيام أو 4 للاتحاد البرلمانيين العرب في القاهرة، يعني ما راح ياخذ زوجته واطفاله وجهاله والخدامات وكل دول الناس وياه يعني. ف يعني بها حكمه لما الدبلوماسي العراقي ياخذ جواز سفر هو وعائلته. اما اذا كان هناك وزير، حتى الوزير مو بالضروره من يسافر راح ياخذ زوجته وعائلته واطفاله واحفاده لما يروح الى مؤتمر للاعلام او مؤتمر بالامم المتحده او غيرها، اصلا هو مدعو بشخصه وليس مدعو هو وعائلته. الإفراط يعني بهذا الموضوع أنا أعتقد خطير جدا. النقطة أيضا مهمة، يعني لا يوجد شيء اسمه مدى الحياة، يعني لأن نفرض اليوم عضو مجلس النواب في الجمعية الوطنية الفرنسية خلصت الدورة وما فاز بالدورة اللاحقة، يتم سحب جواز السفر الدبلوماسي والامتيازات المختلفة والحصانات إذا موجودة تجاه القضاء أو غيرها. يعني لا يمكن أنه يجي عضو مجلس نواب عراقي أو وزير أو غيرها ويبقى يتمتع بالحصانات والامتيازات والجوازات الدبلوماسية والمخصصات والحماية يعني هذا ما موجود بأي دولة من دول العالم. يعني يتمتع بالحقوق القانونية الدستورية أي موظف سيادي أو مسؤول أو دبلوماسي أو غيرها طيلة فترة أداء لهذه الوظيفة، لكن عندما يحال التقاعد أو عندما يطلع من هذه المؤسسة بسبب انتهاء الفترة القانونية في مجلس المفروض تتهي من عند هذه، يرجع إنسان طبيعي. هذا يؤسس للسؤال دكتور غازي، مدير عام أستاذ بالجامعة وإلى آخره، يعني ما أدري، يعني أكو أشياء وكأنما ما نفكر إلا بمصالحنا الذاتية الشخصية، المنافع، إيش قد نحصل منافع، دكتور غازي نحصل مكاسب. هذا يؤسس السؤال، إيش قد نسبة قناعتك بتعديل قانون جواز السفر الدبلوماسي؟ أنا ما أتفق على الإطلاق بما طرح اليوم في مجلس النواب، وأتفق على الاعتراضات اللي حصلت من داخل مجلس النواب على هذه التعديلات، وأؤيد بقاء القانون كما هو وحصر بدبلوماسي وزارة الخارجية العراقية أولا، زائدا الدرجات السيادية اللي مذكورة بالقانون، رئاسة الجمهورية، رئاسة الوزراء، الوزراء، مجلس النواب، وكفى يعني. وأيضا خارج وزارة الخارجية عندما يعني تنتهي وظيفته في أو دورة في مجلس النواب أو غيرها أو في رئاسة الجمهورية أو في مجلس الوزراء يعني كمستشار أو غيرها ما أعرف بالضبط، يتم سحب الامتيازات، أي امتيازات ومن ضمنها جواز السفر الدبلوماسي وغيرها من الامتيازات. طيب الأخرى دكتور يعني غازي، يعني منحه بأثر رجعي ولمدى الحياة للدبلوماسي وعائلته؟ ما ممكن، يعني حضرتك دبلوماسي يعني سابق، ممكن تأخذ هذا الجواز يعني أنت وعائلتك؟ ضيفك الكريم، يعني ما معقولة يعني التقاعد وعندي ويجيني ولد واتزوج وعمري 60 سنة 70 سنة وهيضا من هو يولد ياخذ جواز سفر دبلوماسي، يعني ما اعرف، لا يوجد اي شيء او تفكير منطقي قانوني حقوقي لمنح هذا الطفل الجديد جواز سفر دبلوماسي، يعني مستحيل. زين يعني شنو علاقة هذا الجواز بهذا الطفل بالقانون الدبلوماسي الدولي والبعثات الدبلوماسية ووزارة الخارجية؟ زين وكبر وبعدين يعني هم يبقى يحمل الجواز السفر الدبلوماسي مدى الحياة؟ زين إيش راح يقدم له هذا الجواز؟ لا يقدم له حصانات، لا يفرق عن أي هوية عراقية في داخل العراق، جواز السفر الدبلوماسي في داخل العراق للدبلوماسي ولغيره لا يفرق عن أي هوية أو عن أي جواز. إذن عادي السؤال دكتور غازي، أمام القانون والنظام والدستور. إذن السؤال يعني هو لمجرد الكشخة، لمجرد التباهي يعني مو أكثر؟ بالضبط. يعني عبالهم يخوفون العالم، يعني شنو من يفوت بالمطار لازم الناس تركض قدامه لأن شايل جواز سفر دبلوماسي، ثم ماذا؟ يعني هو اصلا جواز السفر الدبلوماسي مثل ما اشرت ضمن اتفاقيه فيينا يوفر حصانات للبعثه للموظف. وضحت الفكره تماما دكتور. نعم، اما شايل الجواز لازم هذا بكيفه، وين ما يريد يروح، وين ما يريد يطب، وين وبلا فيزا،
اطلاقا لا، بالعكس جواز سفر الدبلوماسي يقيد الانسان. لما انا عندي دبلوماسي جواز سفر، نعم، لازم ما اقدر اخذ فيزا من اي دوله في العالم الا عبر وزاره الخارجيه وكتابنا وكتابكم. لما انا موجود خارج العراق واريد اخذ ايضا فيزا من أي، لازم اروح للسفاره والسفاره تكتب للسفاره مال البلد، وفد شغله معقده بينهم. وحتى الفكره جواز سفر، نعم، احتياجي أنا أراجع السفارة وأملي استمارة، طيب، وأخذ فيزا وأدخل. طيب، يعني ما أعرف، أكو سوء فهم عميق، أكو سوء فهم هذه، نعم، المسألة. طيب دكتور وائل، بصراحة أكو سوء فهم عميق لو البرلمان مالتنا قام يدور كشخة ومجاملات مو أكثر. هي مسألة منح الجوازات الدبلوماسية أصبحت أشبه بتنافس بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية. زين. وأدلها اليوم المقترح التعديل، أنه عملية رفع تسلسل الأعضاء النواب قبل أعضاء الحكومة، تخفيض مستواهم تسلسل الجهات الممنوحة، هذه مؤشر. مؤشر الثاني هو ما يتعلق بمسألة إضافة مستشاري مجلس النواب وحذف مستشاري مجلس الدولة، أيضا مؤشر يضاف إلى هذا الدلالة على أن هناك إضافة، لأن النظام السابق كان لا يعطي لعائلات أعضاء مجلس النواب بعد إحالتهم على التقاعد، والأعضاء نفسهم أيضا بعد إحالتهم على التقاعد كان يحرمهم من هذا الامتياز. فهو نوع من أنواع التنافس بين السلطتين غير صحيح وغير صحي في بناء نظام سياسي ديمقراطي. منو ممكن يتصدى لهذا القانون؟ هسه هم البرلمانيين هم مشرعين وبراحتهم يشرعون القوانين، منو يقولهم يابا هذا القانون غلط أو هذا بإضرار بسياسة الدولة الخارجية؟ هناك مسألتين يعني يمكن حلها بهذه المسألة. المسألة الأولى ما طرحه أعضاء مجلس النواب اليوم، كثير من الأصوات تعالت بأنه لا ينبغي المضي بمثل هكذا تعديل بهذه الصيغة. والمسألة الثانية في حال ما إذا تم صدوره فيمكن الذهاب إلى المحكمة الاتحادية بعد ذلك للطعن به، باعتباره إذا كان قد خالف القواعد العرف الدولي وقواعد اتفاقية فيينا، باعتبار هذه القواعد تؤسس للعرف الدولي والقواعد القانونية الدولية لمن يمنح مثل هكذا جواز. المقترح خالف هذه القوانين لو لا؟ بالتأكيد خالف، لأنه منح أشخاص لا يمارسون الوظيفة الدبلوماسية، كما بين الضيف الكريم وظيفة الدبلوماسية محددة بوزارة الخارجية ثم محددة بالسلطات العليا في الدولة. نعم، شكرا جزيلا أستاذ القانون الدستوري في جامعة بغداد الدكتور وائل البياتي، حياك الله. شكرا جزيلا. مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية الدكتور غازي فيصل، حياك الله وشكرا جزيلا على كل الإيضاحات اللي تفضلت بها حضرتك، شكرا جزيلا. ملفنا الثاني راح يكون عن التحذيرات اللي أطلقها الجانب الأمريكي بشأن محاولة داعش إعادة تنظيم نفسه في العراق وسوريا واتخاذها كذريعة لبقاء القوات الأجنبية في العراق، وراح نفتح وياكم بتقرير الزميل شيبان سامي لنتابع. بعد أن مرت 10 سنوات على الظهور الأول لتنظيم داعش الإرهابية، تأتي تحذيرات أمريكية من إعادة تشكيل نفسه مجدداً، استناد لعدد هجماته التي أعلن عنها في سوريا والعراق وصلت إلى 153 هجوماً خلال النصف الأول من العام الحالي. مخاوف واشنطن بددتها الأجهزة الأمنية مؤكدة غياب البيئة الحاضنة للتنظيم بشكل نهائي، والاهتمام بتأمين الحدود يضعف عودة نشاطه مجدداً. رغم الانتصار الكامل للقوات العراقية على براثم الإرهاب المتمثلة بتنظيم داعش الإرهابي في العراق، لكن ما زالت هناك بعض الخلايا النائمة في بعض المناطق وبشكل متفرغ في العراق، لكن كتحصيل حاصل هذه الخلايا لن تؤثر على الوضع الأمني واستتباب الأمن في العراق، لأنه العراق قام بتأمين الحدود بشكل كبير من خلال أحدث الوسائل المستخدمة في تأمين الحدود، من كاميرات مراقبة، من جدار واقي، من أسلاك شائكة، بالإضافة إلى النقاط الثابتة والمتحركة التي تؤمن الحدود ما بين العراق وكافة الدول المحيطة. تأتي التصريحات الأمريكية بالتزامن مع تحركات السياسية بالإسراع في إنهاء مهمة التحالف الدولي في العراق الموكل بمساعدة القوات العراقية بالقضاء على داعش، ورغم التحركات الإرهابية آخرها في محافظة ديالى، فإن مراقبون يعدونها ورقة ضغط سياسية أمريكية من أجل تمديد بقائه في البلاد. حقيقة هاي التصريحات المقلقة اليوم
وبهذا الظرف اليوم الحرج اليوم اللي نعيشه مع الأسف أنه بعد التصريحات الأمريكية تزامنت أكل يوم على أرض الواقع شفنا أحداث وتطورات أمنية. أعتقد يجب على الكتل السياسية اليوم والشخصيات السياسية والمطبخ السياسي اليوم حقيقي ينتبه لهذه التصريحات حقيقة الخبيثة اليوم اللي تحاول زعزعة الوضع واستقراره. صناعة المبررات للأمريكا هي واضحة ودائما ما تجدد العهد لنفسها دون الأخذ لاحترام سيادة الدولة العراقية، مع العلم أن هنالك قرار سيادي سياسي تشريعي جماهيري شعبي أن بعدم وجود قوات أجنبية أمريكية على الأراضي العراقية، وهذا معلن ومثبت رسميا بين الطرفين. تحذيرات الجيش الأمريكي حول عودة تنظيم داعش الإرهابي مسرحية سياسية لإيجاد تبرير جديد لبقاء قواته أطول فترة ممكنة بحجة محاربة التنظيم في العراق. من بغداد شيبان سامي، الأيام الفضائية. محور حديث ملفنا الثاني راح يكون مع أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة المستنصرية الدكتور مصطفى البهالي. حياك الله دكتور. الله يحييك. أهلا وسهلا. كما أرحب بالباحث في الشأن الأمني والسياسي الأستاذ هيثم خزعلي. حياك الله. أهلا وسهلا بكم. حياكم الله. أبدأ معك دكتور مصطفى، شلون نشوف التهديدات الأمريكية حول بقاء داعش وعودة داعش بين العراق وسوريا، ولذلك هذا يستوجب بقاء القوات الأمريكية في العراق؟ كل التحية لجنابك لجناب السيد خزعلي لجمهوركم المحترم. يعني احنا تعلمنا بين الفينة والأخرى أنه تخرج من الولايات المتحدة مثل هكذا التصريحات. ابتداء يجب أن أكد على مجموعة حقائق لكي تكون مثابات للحديث مفيدة. داعش منتج أمريكي، داعش منتج، يعني كل قوى التطرف والإرهاب تقريبا منتج أمريكي، ثبت لدينا بالدليل العملي والعلمي. هسه إذا تردين أفصلك بالعملي والعلمي هم مستعد. زين نرجع التصريحات هيلاري كلينتون من قال الصناعة أمريكية فهذه ونرجع للدعم في المعارك اللي كانت توفر القوات الأمريكية للمقاتلين الدواعش. وأقوى دليل، أقوى دليل على هذا الشيء اللي نقوله، إنما عندما استهدفت إدارة ترامب القياديين رحمة الله تعالى عليهم قادة النصر، كان الغرض من عنده إضعاف القدرة العراقية الحشدية بالذات، ومحاولة يعني إيجاد نوع من التوازن عندما اختل التوازن لصالح القوات العراقية والحشد في المقدمة. فهذا ما تحملته إدارة ترامب، فسوت لجأت إلى اغتيال القادة في محاولته إلى يعني إيجاد نوع من التوازن، شايف شلون؟ فبذلك هذا هو دليل عملي إن الإدارة الأمريكية اصطفت مع من؟ عندما تختار قادة بمستوى سليماني رحمة الله تعالى على روحه والسيد المهندس رحمة الله تعالى على أرواحهم جميعا، هي بهذا قدمت الدليل المادي العملي إنها انحازت إلى داعش، صح ولا لا؟ صحيح. فهذا بعدين كثير من الدراسات سيدتي على مستوانا احنا جامعة العلوم السياسية اللي السياسيين يضوجون من عندنا، فقدمنا أبحاث كثيرة على انه داعش وقوة التطرف والإرهاب هو منتج يعني مخابراتي غربي بريطاني باكستاني بامتياز. ليش يعترضون؟ نعم، ليش يعترضون على هذا؟ ليش هو يعني هذا؟ لا لا لا، مو يعترضون، ما يهتمون. يعني اليوم صانع القرار السياسي ما يهتم كثير لي يعني لقادة الفكر، للأساتذة، أصحاب التخصص، يعني ما معني كثير يعني. شايف شلون؟ معنيين بالسفيرة الأمريكية. ايش تحكي؟ زين أستاذ هيثم، إذا ما معنيين بما يقول المتخصصين في العلوم السياسية، اليوم الولايات المتحدة تقدر تحرك داعش من جديد لو داعش انتهى بالفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء نرحب بكم وبضيفكم الكريم أستاذنا الدكتور البهادلي وجمهوركم الكريم. حياك الله. الحقيقة أنه هناك علاقة تخادم بين الولايات المتحدة وبين داعش والمجموعات الإرهابية المشتقة من داعش، وتخطر أنه في العام المنصرم صدر تقرير من لجنة الأمن في مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة تحدث عن وجود أرصدة لتنظيم داعش في عدد من الدول الأوروبية وفي الولايات المتحدة الأمريكية،
وهذه الأرصدة تتحرك يتم السحب والإيداع بها، وجرى تعاقد مع شركات أمريكية لشراء أسلحة، قناصات ونواظير ليلية تعمل بالليزر في بهذه الأرصدة. وخارطة انتشار داعش كانت تشير إلى وجوده في مناطق النفط والغاز ومناجم الذهب، مما يعني أن هناك عملية توظيف مخابراتي واقتصادي وسياسي لتنظيم داعش. إذا أنت اتفقت في هذه النقطة يا دكتور؟ طبعا أنا أضيف يعني دليل من الأمم المتحدة، لأنه الكل يعلم أنه نظام سويفت للانتقالات المالية هو نظام أمريكي وتديره الولايات المتحدة، وبإمكاني مراقبة كل دولار ومن أين يذهب ومن أين يأتي، وتفرض حظر على مجموعة من الدول كيف لا تستطيع مراقبة حسابات تنظيم داعش أو إيقافها أو تعطيلها مع أنه ما زالت تعمل. فهذا دليل إضافي للتصريحات ولأشواد العمل التي رأينا على أنه داعش صناعة مخابراتية برعاية أمريكية. سؤال لحضرتك، اليوم الولايات المتحدة تستخدم هذا كذريعة للبقاء في العراق؟ لو بالفعل اليوم داعش ممكن الولايات المتحدة أن تحركه من جديد؟ لا، هي استخدمت طريقتين، الذريعة الرسمية طرحتها مع الفريق العسكري في هاي ميلتري كومنت، اللجنة العسكرية العليا التي كانت تفاوض الولايات المتحدة على الخروج من العراق. هم تذرعوا بأنه وجود قواتهم في سوريا يحتاج إلى دعم لوجستي يستلزم بقاهم في العراق، والفريق العراقي كان مصر على فصل الساحة العراقية عن الساحة السورية. ولكن تصريحات السفيرة احتمالية عودة التنظيم هو نوع من التهديد وليس الذريعة، لأن الذريعة طرحت بالاجتماعات الرسمية، ولكن الحقيقة هذا نوع من التهديد بأنه ممكن تفعيل تنظيم داعش. وشهدنا أنه تصريحات سابقة صاحبها نشاط فعلي لتنظيم داعش الإرهابي، وشهدنا قبل أيام نشاط لداعش في خان بني سعد وسقوط شهداء من القوات يعني الأمنية. يعني معناها القوات الأمنية حسب ما تتفضل غير مساعدة لمجابهة داعش، لأن لا الولايات المتحدة تقدر تحرك الدواعش ايش وقت ما تريد، اذا هذا خلل في الاجهزه الامنيه. لا، القوات الامنيه قادره وداعش غير قادر على القيام بعمل يستحوذ به على بؤر استيطانيه، وكل ما يقوم به يعني قتل مدني هنا او عمل حركه هناك، وهو خلايا نائمه، مجرد تحريك مجموعات منها لا يمكن ان تضمن انه عمليه استهداف المدنيين تحدث حتى في الدول المتقدمه وبشكل كبير. قبل ايام شهدنا ما حدث في روسيا عندما ايضا، وبالمناسبه يعني داعش خراسان الذي قام بعمليه المسرح في روسيا بعدها قتل 6 مواطنين صينيين في باكستان، وقبلها كان قام بعمليه بتفجير معقد الشهيد سليماني. فصدرت من الصين اتهامات للولايات المتحده الامريكيه بشكل رسمي بانه توظف تنظيم داعش ولا يهاجم الا اعداء الولايات المتحده الامريكيه. دكتور مصطفى، اليوم العراق قادر على حماية نفسه؟ لو يوميا راح نبقى بالتهديدات والوعيد وهزة تمر يا نخلة وما راح نقفل هذا الملف؟ لا يعني اليوم عندنا حشدنا، عندنا قواتنا الأمنية اللي الحقيقة خبرت يعني في المعارك وفي سوح القتال، تراكمت لديها معلومات يعني من 2003 وحتى الآن قرابة 21 سنة، معلومات يعني بنك معلومات خزين وهائل قادر على أن توظفها القوات الأمنية، والحشد لي يعني لأي محاولة يمكن أن تقوم بها داعش. سيدتي أريد هيك أعلق على فد شيء، الخشية هي مو ما تقول الولايات المتحدة، الولايات المتحدة يعني لتقل ما تقول، هي تدافع عن مصالحها وهي تعرف شلون توظف مصالحها. لا عاد وين الخشية؟ الخشية كل الخشية أن يقتنع صانع القرار العراقي بما تقوله الولايات المتحدة، أن يستجيب صانع القرار العراقي بما تقوله الولايات المتحدة. هنا مكمن الخشية، هنا مكمن الخوف. يعني أنا اليوم وزير دفاع، أنا اليوم وزير داخلية، أنا اليوم رئيس وزراء، يعني وصدرت هكذا مثلاً كلام من الإدارة الأمريكية أو من السفيرة، ليكن هيك خلي يكون الحكي، ليكن إحنا مستعدين وكذا، وعدنا عدنا عدنا كل قواتنا الأمنية وكل حشدنا
واحنا قادرين على مجابهة، وانتم ما تخوفون وسابقا انتصرنا واليوم ننتصر وان عدتم عدنا. هذا الكلام راح يقولوه بوسائل الاعلام صحيح، لكن نعم. بالخفاء راح يحولوهم من مستشارين من قوات قتالية الى مستشارين، لكن هذا يضمن وجودهم في العراق؟ لا لا، احنا حديثنا على داعش وليس على القوات الامريكية، احنا حديثنا شلون انه الولايات المتحدة بدها توظف داعش من اجل ان تبرر وجودها في العراق. هسا هذا حديث اخر، هذا اللي جنات هم راح هم عندهم اذرع. يعني هسا لو احنا فككنا المشهد راح نشوف من هم الكتل السنية، من هم الامريكان، الكتل السنية تريد بقاء القوات الاجنبية في مو العراق، مو كيفهم والاكراد يردوهم. اي مو هذول راح يتخادمون ويا داعش لبقاء القوات الامريكيه. ستي 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 احنا مو دا اقول لك يضجون من عندنا، ليش؟ لان احنا نتحدث بعلم. زين، الامن الوطني العراقي ما قابل للراي والاجتهاد. زين، هاي واضح، خلي يكون واضح للجميع. الامن العراقي وامن الفرد العراقي سواء كان سني شيعي كردي ما قابل للاجتهاد. اليوم أنا مو أنتظر بارزاني شي يتحدث، وأنتظر أليف شي يتحدث، وأنتظر جيم شي يتحدث، والله وكون هاي مو دولة. أنا اليوم لما يتعرض الأمن العراقي إلى تهديد، الأصوات تخرس وما مسموح لأحد أن يجادل فيها، ما مسموح، لأن هذا أمن ناس، مصلحة وطنية عراقية فوق كل اعتبار. أما أني اليوم أجي أفصل إجراءاتي الأمنية وإجراءات العلاقات الخارجية على مود فلان ما يزعل وفلان والله يظل بباله، وين وهاي وين ودتنا السياسة؟ وين ودتنا السياسة؟ ودتنا للمجهول حتى الآن. لا مو للمجهول، ودتنا للخراب. زين أستاذ هيثم، اليوم بالفعل مصلحة الأمن الوطني للفرد العراقي فوق الكل. اليوم أنت عندك تخادم مصالح، هسه الأكراد ما يقبلون الأمريكان يطلعون، السنة ما يقبلون الأمريكان يطلعون. إلى أي مدى يمكن أن تساهم الأذرع الداخلية السياسية في العراق بإعادة داعش؟ طبعاً الأذرع السياسية بعضها كان متخادم مع تنظيم داعش، وشهدنا بعض المحافظات استقبلت داعش وكان كثير من أبنائها مقاتلين مع تنظيم داعش الإرهابي، ولكن بعد انكسار هذا التنظيم لا أعتقد أن هناك إمكانية لعودته. كمان الولايات المتحدة والمؤشرات التي تشير إلى قدوم ترامب إلى السلطة ثانية، هو صرح في برنامجه أنه لا يشجع على بقاء القوات الأمريكية في شرق سوريا، وبالتالي انسحابه من سوريا ينفي الذريعة التي طرحتها الولايات المتحدة في التفاوض مع القوات اللجنة الأمنية العسكرية العراقية وقولها نحن بحاجة لدعم لوجستي لقواتنا في سوريا، بل ينفي مبرر وجود قوات أمريكية في داخل العراق أيضا. فأعتقد المتغيرات الدولية، المتغيرات الإقليمية، حتى الآن رغبة تركيا بمصالحة سوريا هو متوقف على موضوع الانسحاب الأمريكي. هذا يؤسس لي سؤال، إلى أي مدى ستتأثر سياسة العراق بالنتائج الانتخابات الأمريكية سواء صعد ترامب أو بقى بايدن في السلطة؟ كيف ستؤثر على المفاوضات بين العراق والولايات المتحدة؟ طبعا احنا من المفترض أن تكون لدينا في التفاوض ثوابت، طبعا في كل تفاوض تكون هناك حقيبة تقسم إلى ثلاث أجزاء، يعني جزء ثوابت لا أتفاوض عليها، وجزء ممكن أن يكون تنازل جزئي مقابل مكاسب جزئية، وجزء ممكن أن يتنازل عنه في كل تفاوض. ولكن أعتقد أن الثوابت الوطنية يجب أن لا تتغير، ولكن قدوم رئيس ترامب قد يسهل عملية انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومن سوريا. زين دكتور مصطفى، تتوقع عودة داعش بسبب الأذرع الداخلية بالسياسات الخارجية؟ سيدتي يعني داعش بندقية قابلة للإيجار، اللي يدفع تستجيب لداعش، فهي موجودة، يعني هي مو منتهية على مود يعني مثلا تسقى بالماء لكي يعني تكون قابلة للحياة، هي موجودة. هسه عندك على صعيد الحاضنات الشعبية كانت موجودة، اليوم الحاضنات الشعبية اللي احتوتهم في بادئ الأمر اليوم عتها خشية من داعش، عتها كره لداعش. يعني هسه أنا دا أتحدث على إجراءات دولة، أنا أقول إجراءات الدولة العراقية، إجراءات الدولة العراقية على مود ترسل رسالة إلى داعش. اليوم عندنا مثلا كذا متهم بالإرهاب، صح؟ عندنا بسجوننا لو ما عندنا؟ أنا أقول عندنا، ماخذين الحكم القطعي بالإعدام لو ما ماخذين؟ لا ما ماخذين، رئيس الجمهورية ما يقبل. أنا أقول ماخذينه.
زين، شنو اللي يبرر انه هؤلاء ما يصار الى اعدامهم؟ وبالجمله ما يوقع وبالجملة رئيس الجمهوريه دكتور احنا مصطفى. سيدتي اخو اعرف ما يوقع، زين اعرف ما يوقع. المفروض يصار الى اجراءات داخل المنتظم. اني دا اشكل على المنتظم السياسي العراقي. نعم. المنتظم السياسي العراقي بإشكال. انت رئيس الجمهوريه متوقع انت داعشي، انت مع داعش لو ضد داعش؟ انا ضد داعش، وما عنده القدره يقول اني مع داعش مثلا. زين. بالتاكيد يكون جوابه انا ضد داعش، خلاص ضد داعش هذه اكو قرارات كون انت توقع عليها وينتهي الموضوع. ارسل رساله الى الدواعش وارسل رساله الى الداخل، وهذه رساله فيها لله رضا وللناس فيها راحه كما يقال. شكرا جزيلا استاذ العلاقات الدوليه في الجامعه المستنصريه الدكتور مصطفى البهادلي، حياك الله. وشكرا جزيلا على كل ما تفضلت به، الباحث في الشان الامني الاستاذ هيثم الخزعلي، حياك الله. وشكرا جزيلا ضيوف الكرام. قبل لا ننتقل وياكم الى الموجز الخبري، خلونا نشوف ابرز ما جاء في منصه اكس حول الهجوم الصهيوني على اليمن ورده فعل اليمنيين على هذا الهجوم، لنتابع. ننتقل الآن إلى الموجز الخبري. السوداني يفتتح مجموعة معامل ومصانع في مجال الصناعات الحربية ويؤكد الأهمية في تحقيق السيادة. مجلس النواب ينهي تقرير ومناقشة مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني ويرفع جلسته إلى يوم غد الأحد. اللجنة المالية تعلن إنجاز مناقشة مشروع قانون تعديل قانون الملاك وتخاطب رئاسة البرلمان لإدراجه على جدول الأعمال. وفريق الجهد الخدمي والهندسي الحكومي يعلن المباشرة بالعمل في محافظة ذي قار. جهاز الأمن الوطني يعلن القبض على 39 متهما من القربانيين في البصرة والمثنى والديوانية وواسط. الحصاد انتهى، شكرا على كرم المتابعة وفي أمان الله.